تعلق المصلين يقومون قبل الإقامة مثل لازم على المأموم أن يقوم بالصلاة، ومخير المأموم مخير في أولها أو في أثنائها أو في آخرها. وإذا كان الإمام حاضر أقام من بعد رأوه فالسنة أن لا يقوم حتى يروا الإمام، ثم إذا كان قد أقبل وشرع المؤذن في الإقامة يقوم من عند أولها وقيمة الصلاة في أولها أو في أثنائها أو في آخرها، ثم قبلها ما لم يحصل عندما يقول الله أكبر يبدأ القيام. نعم. الشيخ بالنسبة لحرم المدينة كاملا قبل يقيم بخمس دقائق الصفوف كلها قائمة ومكتملة، هذا في شهر رمضان. لما موجود. ما تعرف. تعرف مع المسلمين.